من مكتبة الإذاعة السورية. دائرة الدراما الإذاعية تقدم رسائل الأزمنة القادمة. رسائل الأزمنة القادمة. برنامج يبحث في آفاق المستقبل وعوالمه المبهمة. التأليف الدكتور طالب عمران. رسائل الأزمنة القادمة. الإخراج فراس عباس. حلقة اليوم بعنوان في كوكب شبيه بالأرض. كان المكان مفتوحا خاليا من الحياة، كما ظهر له عبر الكاميرا الليزرية تلة جرداء يختلط بترابها وصخورها السوداء اللون الرمادي، وتطل على سفح منحدر في بعض مناطقه ولا أثر لمخلوق حي. أدار مركبته الصغيرة في اتجاهات أخرى، يستطلع الكوكب الذي قرر قادة سفينة الفضاء الهبوط فوقه. لم يتغير المشهد كثيرا، فالكوكب كما تظهر الصور تعرض لحرائق أو لقصف بأدوات حارقة نتيجة حروب أو اعتداءات داخلية وربما خارجية. معقولة هذه المشاهد يا نديم؟ هذا ما أستكشفه بالكاميرا الليزرية يا سيدي. هل تريد أن أحط بمركبتي الصغيرة وأستكشف المكان بنفسي؟ لا بأس، ولكن كن حذرا، نحن نراقبك جيدا وسنحذرك من أي خطر إن ظهر فجأة. لا بأس يا سيدي. هذه البقعة المستوية تبدو صالحة للهبوط. تفقدت لباسك الفضائي جيدا؟ لا تنسى سلاحك الليزري. كل شيء جاهز، أنا أهبط الآن في البقعة المستوية. الكاميرا فوق الخوذة التي أرتديها تتحرك في كل الاتجاهات. نحن معك، كن حذرا. الكوكب يشبه الأرض، ترى هل تعرض لكارثة خارجية؟ أم أن حرباً جرت فوقه؟ أم أن هناك احتمالاً آخر؟ سار نديم فوق الأرض بخطوات واسعة،
وقد شغل الجهاز المضاد للجاذبية بنسبة صغيرة حتى يتمكن من مسح الأرض بنفسه لمساحة أكبر. أز الجهاز الذي يحمله في يده، ظهرت على شاشة كائنات أشبه بالأشباح تختبئ فيما يشبه الكهف، كانت تراقبه برعب. من مكتبة الإذاعة السورية. سأتجه صوب تلك الكائنات، قد أستطيع التحاور معها ومعرفة ما جرى للكوكب. نديم، كأن أجهزتك التقطت شيئا ما. نعم يا سيدي، نعم، كائنات مختبئة في كهف عميق يبدو عليها الذعر. سأحاول استكشاف المكان. كن حذرا. بالتأكيد، وإن كنت أخمن من مظهرها الذي يبدو لي أنها كائنات مذعورة خائفة. لك الحرية في التصرف، ولكن شغل أجهزة التتبع لنظل على اتصال دائم معك. لا بأس، سأشغلها. ما الذي يجري؟ كأن الكائنات تتجمع خائفة. ترى هل لذلك علاقة بتشغيل أجهزة التتبع؟ الكائنات تنظر حولها ولكنها تهدأ قليلا. لماذا أطفأت أجهزة التتبع؟ اسمح لي يا سيدي أن أشغلها عند الحاجة. يبدو أن تلك الكائنات تخاف من أزيز أجهزة التتبع. كن حذرا. اقترب نديم من مكان الكهف العميق. كانت فتحته واسعة، وقد قدر عمقه بنحو 10 أمتار، فشعر بالخوف. أيمكن أن تهاجمه تلك الكائنات عند هبوطه إليها؟ ولكن المشاهد التي عرضتها الكاميرا الليزرية للكائنات أظهرت ضعفها وذعرها وخوفها، وهذا ما أزال عنه الخوف. هبط ببطء يساعده لباسه المرن مع حركة الهبوط، وبدأت ملامح الكائنات تتوضح جيدا. إنها تشبه البشر ولكنها نحيلة متعبة، وهي ترمقه بتوجس وهو يقترب منها. سأشغل جهاز الترجمة لمعرفة اللغة التي يتكلمون بها. هم 5: رجل كبير السن، وامرأة متوسطة العمر، ورجل في سن المرأة، وفتاة في نحو 20، وفتى في نحو 15. ها؟ أنا أميز اللغة بالتدريج. أنا أفهم ما يقولون. من هذا الكائن؟ ومن أين أتى؟ لا يبدو عدوانيا يا أبي. من أين أتى؟ نحن لا نرى شكله جيدا. قد لا يستطيع الاستغناء عن لباسه الفضائي لأنه من كوكب آخر. السلام لغة العقل. يا إلهي،
إنه يحكي بلغتنا، معقول؟ نحن مسالمون يا سيدي، لا نملك شيئا سوى الجوع والخوف. جئت إليكم لأساعدكم. جاء يساعدنا، هل أنت من كوكبنا؟ أنا من كوكب يشبه كوكبكم، جئنا لنستكشف ما حدث لكوكبكم من دمار. لا تخافوا مني، لست عدوانيا. نحن نكاد ننهار من الجوع، ألديك طعام؟ لدي ما يشبه الطعام، أقراص قد تسكت جوعكم وتعيد قواكم الضعيفة إلى سابق عهدها. خذي أيتها الفتاة هاتين الحبتين، امضغيهما وستشعرين بالتحسن. هات، إنها لذيذة. وأنا أريد أيضا. شكرا لك، لذيذة فعلا. وأنت يا عم، أتريد منها؟ ما دامت غير مؤذية لا بأس، سأتناول منها وابنتي وزوجها. من مكتبة إنه مسكين، أصابه الصمم نتيجة أصوات القنابل المتطورة التي ألقيت قرب بيته حيث يختبئ بعض الجنود. كأن لديكم قصة مرعبة عما حدث في هذه البقعة من كوكبكم. بالتأكيد يا سيدي. ألك اسم؟ ما هو اسمك؟ اسمي نديم. اسمي شير، وابنتي ديرا، وزوجها راد. هذا حفيدي نور وأخته نورا. ولكن لماذا تخافون من الصعود إلى الأعلى؟ هل هناك خطر في الأعلى؟ هذا سؤال مرعب يا سيدي نديم، نخاف أن نطرحه. لقد مرت علينا أيام سوداء طويلة. لم أستكشف أي خطر على سطح هذا الكوكب. والإشعاع؟ بالذات تمتص الإشعاع وتنظف الجو، لدي أجهزة لذلك. هل حدثت حروب عندكم؟ أقصد حروب مدمرة قاسية؟ الحروب حدثت على بعد قليل من قرانا ومدننا، وقد دمرت كل شيء. هل هناك آخرون ما زالوا أحياء في مناطق أخرى؟ لا نعرف، ضغط علينا أبي لنلجأ لهذا الكهف، فجئنا سريعا ومعنا بعض المواد التموينية الجاهزة، ولكن الجرذان سرقت الكثير من تلك المواد، وعندما دخلت أنت إلى الكهف هربت الجرذان. كنا خائفين أن نصبح طعاماً للجرذان يا سيدي، لقد عضتني في ذراعي ونهشت قدم أخي نور وهو يعاني من الحمى. حسناً، لنصعد إلى السطح، سأعالج جروحكم. هل السطح آمن يا سيدي؟ لا أثر لحياة من أي شكل على السطح أيها الفتى نور. إن تعرضنا لخطر ستنقذنا؟ لا تقلقوا، ليس هناك أي خطر. صعدوا بهدوء إلى السطح من الكهف العميق، وحين وصلوا إلى مدخل الكهف تلقى نديم إشارات إلكترونية على شكل ذبذبات أرعبت الكائنات. لا تقلقوا، هي إشارات من المحطة الضخمة في الفضاء حول كوكبكم، إنهم يطمئنون أني بخير. كأنك أخرجت الكائنات من الأعماق، يبدون أشبه بنا.
هل تحاورهم؟ توصلت عن طريق المترجم الإلكتروني إلى التحادث معهم. لجأوا إلى الكهف من حرب مدمرة ولم أعرف التفاصيل بعد. هل أتابع الحوار معهم لأعرف عن أسباب الحرب ووضع ساكني هذا الكوكب؟ لا بأس، نحن هنا لنستكشف الكوكب وتاريخه القديم ونوع كائناته التي تعيش على سطحه ومدى تطورها. لا بأس يا سيدي، ولكن هل أستطيع خلع البزة وتنفس الهواء هنا؟ الجو ما زال ملوثا. ألا يشكل ذلك خطرا على هؤلاء الناس؟ يمكنك استخدام جهاز امتصاص التلوث الإشعاعي الموجود في مركبتك لتنظف المنطقة ولا تتأثر هذه الكائنات على المدى الطويل. حسنا، سأفعل يا سيدي. هو يتحدث مع كائن لا نراه بلغة لا نفهمها ولا تشبه لغتنا. ولكنه كائن غير عدواني، أليس كذلك يا أبي؟ طعامه لذيذ رغم أنه صغير الحجم. نعم إنه لذيذ. نعم، مركبتي قريبة، سأحضر منها جهازا لأنظف الجو. ألا تشمون رائحة ما؟ أقصد رائحة في الجو؟ رائحة حريق مخلوطة بمادة مزعجة. إنه ينتقل بسرعة. ما هذه المركبة الغريبة؟ مساكين هؤلاء الناس الشبيهون بالبشر. أحضر نديم جهاز تنظيف الجو من الإشعاعات وبدأ يتحكم به وهو يطير في المنطقة كطائرة مسيرة، ثم أعاده إليه ليرى أن الفلتر الموضوع في داخله قد اسود. وضع فلترا آخر دار به في المنطقة، ثم أعاده ليكتشف أن سواده قليل، فعرف أن المنطقة قد نظفت من الإشعاع. سأخلع الخوذة فقط حتى يطمئن لي. شكلي مشابه لأشكالهم. يجب أن أدخل في تفاصيل حياتهم وتاريخهم كما هو مطلوب مني بالضبط. مساكين، هل هم الوحيدون في هذه المنطقة من الأحياء؟ أم أن هناك أحياء غيرهم؟ سأخلع. يبدو وجهك مشابها لوجوهنا. نعم، أشعر بذلك. أتشعرون أن الهواء الذي تتنفسونه أصبح مريحا الآن؟ نعم، هذا واضح، شكرا لك. سأخفي المركبة عن طريق معادلة الاختفاء وأدور معهم لأتعرف إلى ما كانوا يعيشون من حياة قبل الحرب. سيدي، كيف اختفت مركبتك؟ هذا سر من أسرار عملي. إلى أين تريدون الذهاب؟ أريد أن أتفقد المكان الذي كنت أعيش فيه وأسرتي الصغيرة. هل هو بعيد عن هنا؟ في الوادي القريب أسفل السفح. أخبرني يا عم شير، ماذا كنت تعمل قبل الحرب؟ يا بني، كنت ضابطا متقاعدا أعيش وأهلي في سكن الضباط حين اجتاحنا الغرباء. غرباء؟ هل الذين هاجموا هذه المنطقة
كانوا من الغرباء؟ نعم، كانوا محتلين، اجتاحوا المنطقة وأطلقوا صواريخهم التدميرية على القرى والمدن، القتلى في كل مكان، وحاول الناس الاختباء في الكهوف تحت الأرض، ونجح بعضهم كما حدث معنا، والباقي أخذه الموت. يا سيدي، مشاهد تقشعر لها الأبدان. فقدت بعض أهلي وأقربائي وأصدقائي وجيراني وأولاد قريتي. لم يبق من أسرتي سوى هؤلاء. هدئ من نفسك يا عم، هدئ من نفسك. كأن بعض الناس قد خرجوا من الكهوف. انتبهوا، قد يكون الجو ملوثا بالإشعاع سيقتل الجميع. لا تقلقوا، الجو نظيفا تماما. كيف يكون نظيفا والخراب في كل مكان؟ أتى من يساعدنا، لا تقلقوا. لم يكن سهلا على نديم أن يشرح لهم الموضوع. كانوا مجموعة من الضحايا من فئات شعبية فقيرة من قرى متناثرة حول مدن كبيرة فيها ناطحات سحاب دمرتها الحرب. أما سكانها فاستوعبتهم أنفاق مخصصة للحروب التدميرية وظلوا سالمين. كان شير بالنسبة لنديم هو مصدر المعلومات الممكنة، لذلك حاول أن يركز حديثه معه. كأن الجميع يعرفونك في هذه المناطق يا عمشير. نعم يا بني، أنا أقدم مدير مدرسة في هذه المنطقة، وكان الأهالي من هذه القرى المتناثرة يأتون إلي لأحل لهم مشاكلهم حتى بعد أن كبرت كما ترى. ديرة، الحمد لله أنت بخير. من هذا الذي لصحبتكم؟ يبدو غريبا. إنه صديق أنقذنا من الجوع والرعب والجرذان التي تحيط بنا. هو غريب أتى بمركبة فضائية وهو يتقن لغتنا. أليس لديكم طعام؟ أعطانا أقراصا تمضغ بالفم لذيذة الطعم فأسكت جوعنا. اسأليه أن يعطينا بعضا منها، ربما لا يملك الكثير. أسمعت يا بني؟ يطلبون أقراصك. نعم سمعت، ولكن ليس لدي الكثير. يا عمشير، يمكنك توزيع الأقراص التي بحوزتي بمعرفتك ما دمت المرجع الأول لهم. شكرا لك يا بني، شكرا لك. السورية. يا جماعة، تحلقوا حولي من فضلكم. كم يبدو هذا الكوكب بائسا يا عمشير. أليس من أثر تعرفه في مكان ما يحكي عن تاريخ الكوكب وسبب هذه الحروب والمجاعات؟ إنه في قبو بيتي في القرية، أتمنى ألا يكون الدمار وصل إليه. سمعنا أصوات صفارات الإنذار فركضنا بسرعة، وقد أمسكت ديرة بيدي تستحثني. أيمكن أن تذهب إلى قبو بيتك في القرية؟ خائف أن يكون الدمار وصل إلى هناك. يا بني، أنت متعجل، لماذا؟ لأنني أريد كما قلت لك أن أعرف شيئا عن تاريخ الكوكب وسبب هذه الحروب والمجاعات. هذا جزء من مهمتي يا عمشير.
وأنا من كوكب آخر، أرسلت لأستكشف شيئا عن هذا الكوكب الغريب الشبيه بكوكبنا. فهمت يا بني، فهمت. هل تستطيعون مساعدتنا؟ نحن في أشد الحاجة للمساعدة. سنحاول بالتأكيد. إنها إشارة من المحطة الضخمة. نعم، أنا أستمع. تأكد يا نديم من المناطق التي تحتاج لمساعدة. سنحاول بكل جهد مساعدة البائسين على الكوكب. يا سيدي، غالبية الفقراء هنا في هذه المنطقة يشتكون الجوع والمرض، وتنتشر بينهم جرذان ضخمة تهاجمهم لتفتك بهم. أما من اختفى في الأقبية المحصنة فيعيشون حياة عادية، والغذاء والدواء متوفر لهم. إذن استكشف من يحتاج للمساعدة، وسنرسل لهم هذه المساعدات على الفور. شكرا لك سيدي. كنت تتحدث بلغة أخرى غير مفهومة. هذه لغتنا على المحطة، هي من لغات كوكبنا. وتعلمت لغتنا بسرعة من هذه الآلات الصغيرة التي تحملها؟ نعم يا عمشير، نعم. ألن تذهب يا أبي إلى قريتنا لتفقد ما بقي منها؟ نعم يا ابنتي، نعم. حسن، كانوا مجموعة صغيرة اتجهت نحو قرية في الوادي، لم تكن بعيدة عن الكهف الذي اختبأوا فيه. قرية صغيرة فيها مجموعة بيوت متناثرة ظهرت لنديم وقد سويت بالأرض جراء قصف ربما كان قريبا من بيوتها وليس فوق هذه البيوت. بدأ شير متأثرا وهو يرتجف ويعاين بيوتات القرية، وتباطأت خطواته، ونديم يراقبه حتى توقف أمام بيت صغير مدمر تماما. يا بني، الركام فوق البيت، ولا أدري إن وصل الدمار إلى القبو. فيه كل ذكرياتي، كتبي وأشيائي ومخطوطاتي. أيمكن أن يكون تحت هذا الركام؟ أنا أقصد ما تبحث عنه. وكيف لي أن أزيل هذا الركام الهائل؟ يا إلهي، يحتاج هذا للكثير من الجهد. لا داعي للقلق، سأزيل الركام بسرعة. كيف؟ بطرق المتطورة يا عمشير. يا إلهي، كيف فعلت ذلك؟ المهم أني أزلت لك الركام. أين هو باب القبو؟ إنه هناك، تعال معي، تعال. غريب، كيف أزلت الركام بسرعة؟ هيا إلى الباب يا عم لتطمئن على ما في القبو. كأن كل ما أردت حفظه موجود. باب القبو مغلق وليس من أثر بقلع عليه. الحمد لله، كل شيء هنا بخير. تعال يا بني، تعال وانظر إلى مكتبتي وأشيائي الهامة، وإلى رسوماتي القديمة ومخطوطاتي. ذهل نديم لاتساع القبو
وازدحام الكتب والمخطوطات وتنوع اللوحات الفنية الموجودة، وشعر أنه يكتشف كنزاً له علاقة بالكوكب. ضغط على زر الكاميرا التي دارت عدستها تصور وتسجل كل شيء. كتب منوعة قديمة ربما يصل عمرها إلى 200 سنة، وهذه المخطوطات قديمة فيها الكثير من المعلومات. أما هذا المكتب القديم بأدراجه ففيه كل ما كتبته من ذكريات ومعلومات تاريخية. أشعر أنني سأغوص في ذكرياتك يا عمشير، وسأكشف لك الكثير من أسرارها يا بني. قلب نديم في عناوين الكتب، وكان جهاز ترجمة اللغات الموجود لديه يعرفه إلى لغات جديدة في هذا الكوكب. كان شير قد وصل إلى مخطوط تلقفه بحنان وأجهش في البكاء، حاول أن يهدئه ويبدو أنه كان غارقا بالذكرى فتركه حتى هدأ. خيراً يا عم، خيراً. تبدو شديد التأثر، كل هذه الذكريات كانت مؤلمة. بعضها مؤلم وبعضها ذكريات لسنوات حياتي الأولى مع أمي التي كانت ملهمتي لفترة طويلة، وماتت حزينة منفية. إن رغبت بكتابة شيء من هذه اللحظات فسأنتظر، خذ راحتك. الكتابة ألق تأتي أحيانا في ظرف طارئ. لا يا بني، لا، الذكريات في الوجدان والقلب والعقل جزء من كينونة الإنسان، وهو يجتر سنواته التي عاشها. العمر يطول وتتضخم الذكريات، وليس سوى الماضي بآثامه وشروره وألقه وخيره أحيانا. اسمع يا بني، أنت أعدتنا إلى الحياة بقدومك إلينا. تريد أن تعرف شيئا عن تاريخنا ومآسينا وحاضرنا المتعب؟ حسنا، خذ هذا المخطوط واقرأ. إنه بلغة تستطيع آلتك التي تستخدمها لمعرفة اللغات أن تترجم لك وقائعها الغريبة. في هذه المخطوطة كل شيء ترغب بمعرفته. أنا أعلم أن لك قدرة في القراءة السريعة والتعمق بالمحتوى. تبدو حزينا يا عمشير وأنت تسلمني مخطوطة أثيرة على قلبك. أتريد أن تجلس معي وأنا أقرأها؟ خذ راحتك يا بني، قد ترغب بالعزة لقراءة الأحداث الغريبة التي سطرتها بأحزاني وآلامي وأفراحي. لا بأس،
أستطيع تصويرها وقراءتها فيما بعد. بني بني اجلس اجلس واقرأ هنا بين أكوام الكتب، وإذا لم يكن لديك الوقت الكافي لذلك يمكنك تصويرها كما ذكرت بتقنياتك المتطورة. كأن هذه المكتبة القديمة هي إرث شديد الأهمية لدي، كما أن المخطوطة الغريبة تفجر كل ذكرياته. حسناً، سأجلس هنا وأقرأ. أنا شير ابن مارد ابن هذا الكوكب المدجن بالأحقاد، أكتب ما يشبه اليوميات وأنا ما زلت في العشرين من عمري. أرجو أن يسمح لي الزمن بكتابة سيرة حياة لها علاقة بالآخرين والأحداث من حولي وما أستطيع أن أفهمه مما يجري بشكل متسارع. هذه الصفحة الأولى لم يؤرخها باليوم والشهر والسنة، ربما توقيتهم الزمني مختلف. أنا الآن في خضم حدث غريب، فلقد أتانا اليوم زائر إلى بيتنا، جلس مع أبي طويلاً وكان يبدو عليه الخوف وهو يتحدث إلى أبي حديثاً وصلني بكل تفاصيله. يا أبا شير، أنت رجل اشتق اسمك مارد من القوة والبطولة، تستطيع أن تنضم إلينا. نحن نقاوم القوى التي تحاول تحويلنا إلى عبيد وزرع أجسادنا بالأمصال الممرضة وتحويلنا إلى كائنات لا تملك القوة. وماذا نستطيع أن نفعل؟ يملكون كل العناصر التي تكبلنا وتحاصرنا وتجبرنا على الطاعة. لست معك في ذلك. عندما ولجت باب بيتك كنت أشعر بالخوف من فشل مهمتي، رغم أن الناس يحبونك في قريتك ويثقون بك. وماذا أستطيع أن أفعل لهم؟ هم بائسون مستسلمون، وأنا لا أستطيع العمل وحدي وسط الحصار والرقابة اللصيقة بنا. ولكنك ترى بالتأكيد أن السلبية أمر غير مقبول، والاستسلام للواقع سيحول الجميع إلى عبيد. ألا ترى الشبان الذين يسوقونهم للعمل في المصانع؟ لديك ابن كما أعلم، وسيأتي دوره قريبا في العمل بهذه المصانع. من مكتبة ما يجري هناك السورية. أمر مرعب قد لا تراه إذا ألحقوه بالعمل، وربما لا تستطيع الوصول إليه. ومن قال لك ذلك؟ اسأل أياً من أهالي قريتك عن ذلك. ألم يأخذوا شباناً من القرية من قبل؟ يقولون إنهم يعيشون في رفاهية ويرسلون لأهاليهم المال والهدايا، ولا أحد يراهم أو يزورهم. نعم، أعتقد أن هذا ما يحصل. وسوف يحدث لشير ما حدث لهم. لن تراه، سيرسل المال والهدايا كما يخططون له، ولن تراه بعد ذلك. لم يسأل أحد من الأهالي عن وضع ابنه الحقيقي وماذا يفعل ولماذا ممنوع عليهم أن يروه. معك حق. أنا سأذهب وسأتركك لضميرك. حتى الآن لا أعرف عنك الكثير. ما الذي تريد الوصول إليه أيها الغريب؟
كل هذا الحديث ولا تعرف ما أريد الوصول إليه؟ أنا جزء من منظومة تحاول نشر الوعي بين الناس حول مستقبلهم القادم، وقد زاد الطغيان والجشع من حولهم، وازداد استغلال أصحاب المصانع لهم ولأولادهم. عن إذنك حاولت أن أنصحك وأصل وإياك إلى ما يمكن أن يحدث لابنك شير، ولكنك كنت غير مبال ولم تقرأ أقوالي بجدية. انتظر قليلا أرجوك. غيرت رأيك؟ ستقف موقفا آخر بالنسبة للشبان الذين يساقون للعمل ويصبحون في غياهب النسيان؟ لم يذهب شير بعد، لم يلتحق بالعمل في مصانعه. حاول أن تفهم أن الخراب سيصل إلى بيتك. عن إذنك. إن كان ما قاله صحيحا، ما الذي يمكن أن أفعله؟ هل ذهب ذلك الرجل يا أبي؟ نعم يا بني. لماذا تسأل؟ أنا آسف، سمعت حديثكما بالصدفة. كان صوته مرتفعا وأنت جاريته بذلك. هل صحيح أنني سأذهب للالتحاق بأحد المصانع ولن تراني بعد ذلك، لا أنت ولا إخوتي ولا أمي؟ ما كان يجب أن تنصت لما نقول، إنه حديث قد لا يكون دقيقا. ولكن الخوف كان باديا عليك يا أبي. أنا كنت خائفا؟ ماذا تقول يا شيخ؟ كنت خائفا علي، قد يأتون في أي وقت لإلحاقي بمصانعهم. أرجو أن لا يحدث ذلك يا شيخ. وجاء ذلك اليوم وكان يوما شديد القسوة علي وعلى أهلي. من مكتبة الإذاعة السورية. في الأسبوع المقبل نلتقي مع حلقة جديدة. إلى اللقاء. كانت حلقة اليوم بعنوان في كوكب شبيه بالأرض. في الأسبوع المقبل نلتقي مع رسائل الأزمنة القادمة. وتحية من الدكتور طالب عمران والمخرج فراس عباس.